مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي متابعي موقع من العاصمة، مستمرين معكم مع تغطية العقار المائل والعقار المنهار بمنطقة كرموز بالاسكندرية بشارع المنظرة. الحادثة كانت يوم الخميس الماضي، حيث تلقت غرفة عمليات المحافظة والمديرية بلاغ يفيد بانهيار عقار مكون من 4 طوابق غير مأهول بالسكان، وعلى أثره مال عقار آخر بجانبه مكون من 9 أدوار بالأرضي. وعلى الفور اتجهت الجهات المعنية من المديرية وقسم كرموز ومن الحي والأسعاف والمطافي على موقع بلاغ الحادث، واتضح أن عقار مكون من 4 طوابق انهار، ثم مال عقار بجانبه مكون من 9 طوابق. وعلى الفور تم إخلاء السكان من العقار المائل وإخلاء 11 عقار بجانب هذا العقار حتى يتم هدم العقار المائل وتسكين الأهالي في مدرسة خاصة بجانب مدرسة الإخلاص بجانب العقار المائل بمنطقة كرموز بالأسكندرية. ومن الآثار الناجمة والخسائر الناجمة حول وعلى أثر هذا العقار المنهار، جيم بجانب العقار المنهار تم بالفعل خسائر كبيرة في هذا الجيم. هنعرف التفاصيل من صاحب الجيم استاذ محمد عادل، هيحكي لنا التفاصيل ووقت الحادثة وقت انهيار العقار ايه اللي دار، هو اكيد شاهد عيان على الواقعة هيحكي لنا بالتفاصيل. اتفضل استاذ محمد وعلي صوتك كده. تمام، اذا حضرتك وانا اقول لك يعني قول لنا اولا انت وقت الحادثة، يعني انت الحادثة بدأت الساعة كام؟ الحادثه كانت يوم الخميس الماضي حوالي الساعه يعني من 8 ل 8:30. كان الجيم شغال؟ كنا في وقت عمل، كان الجيم شغال، كان في متدربين هنا في الجيم ناس بتتمرن. تمام. فمره واحده حد من بيتمرن قال لي كابتن في صوت كده بينزل تراب او حاجه من ورا الصوت. فانا طبعا عشان انا هنا من المنطقه وعارف، فقلت له انت تعالوا كده شويه، لان انا اصلا متوقع البيت ده يقع في اي وقت. اللي هو الجمع اللي هو المكون من 4 طوابق، المكون من 4 طوابق البيت القديم اللي هو جاله قرار ازاله من 6 سنين. فاحنا عشان من شهر ولا حاجه طوبه تقع من البلكونه، طوبه تقع من هنا، فاحنا عارفين ان هو ممكن يقع، بس ما كناش متخيلين ان هو ممكن يدخل علينا بالمنظر ده. فجبت الشباب كلهم هنا في نص الجيم، لسه اخر واحد بيدي ظهره لقينا الجدار انهار علينا، بالاجهزه بالطرات باوزان الجنوبل، فلك الاوزان دي تقيله، تخيل اللي بتجري وراك حد بيحدفها عليك. فطلعنا نجري بسرعه كده، الشباب كلها وقعت فوق بعض هنا في داخل الجيم، كله وقع فوق بعض. عشان يطلعوا حوالي 12 واحد او 13 واحد وقعوا فوق بعضهم. طبعا مشهد رعب. صعب، الناس كلها مفكره في زلزال، محدش عارف في ايه. طبيعي. كل واحد لازم يجيب روحه ويدوس عليه. وكله مفكر بقى على زلزال المغرب وليبيا، اعصار ليبيا. كله رعب، يعني حصل حوالي 5 دقايق رعب كامل. وان شاء الله انا الشباب بره وانا بطلع طوبه وقعت على ايدي. بعد ما طلعنا الشباب طبعا الغبار الابيض بتاع البيت نتيجه انهيار البيت، مفيش حد شايف حد. مفيش حد عارف فيه جوه حد جوه ولا لا. فانا من على باب الجيم من بره، تمام، حد جوه يا شباب، حد جوه يا شباب، بتنادي في المكان، بتنادي في المكان، فمفيش حد بيرد. فالناس خدوني قعدوني بره لحد 10 دقايق كده مثلا او ربع ساعه. التراب هدي شويه، دخلنا هنا الجيم بقى، دورنا، نادينا، جبنا السكتش ورجعنا اسامي الناس اللي كانت موجوده جوه الجيم اثناء انهيار العقار. لقينا الحمد لله ان كل الناس الموجوده دخلت، هي الموجوده اللي بره اللي متسجله معاك اللي ما واقفين بره، فقلنا الحمد لله. قول لنا كابتن محمد، يعني الخسائر تعدل يعني تعد بقد ايه؟ يعني نورينا، شايف مكان غالي وحاجات ماركات ما شاء الله عاليه، يعني تحت الردم ده في اجهزه، في اجهزه برضه. أيوه. يعني هي كان مكان مخصص بالاجهزه كلها، اجهزه صف كده باين على الحيطه. والله الاجهزه تقدر حوالي اللي انا لسه يعني لسه ما اكتشفتش فيه ايه تاني، حوالي من 200 230 250 الف. طبعا انا بكلمك في الاجهزه بس، انا ما بكلمكش في المراوح والمرايات والحيطان والتجهيز. والارضيه دي، الارضيه دي المتر لوحده ب 200 جنيه البلاط. بلاط السفنج الفيلم ده، ف 100 متر باظت، والله المستعان. والله
طيب برضو يا استاذ محمد، يعني او هنقول كابتن محمد، انت ايه اللي مسكنك في العقار اللي لا على حضرتك؟ انا مش ساكن في العقار، انا هنا العقار ده مجاور للعقار المنهار. العقار المنهار ده جنبي كان جاله قرار ازاله من 8 سنين او 6 سنين. يعني العقار اللي احنا فيه ده بجوار العقار المنهار اللي هو قدامنا. اه فاهم، دي الحيطه بتاعت العقار بتاعي الجديد. تمام. العقار لما وقع دخل عليا. هنا العقار ده جديد. تمام. يعني انا جنبه عشان الناس كتير سالتني في الموضوع ده، الله ينور حضرتك. فانا مش في العقار المنهار، انا جنبه. الناس بتخش تكلمني بتقول لي انت حضرتك عارف ان العقار جاله ازاله، انت ليه فيه اصلا؟ وليه جايب اجهزه غاليه فيه؟ فانت اصلا مش فيه، انت في عقار، عارف قبل ما تاجر، عارف المكان ده جديد وحالته كويسه، فبالتالي انت اجرت على اساس. مع قوه الوقعه وقوه الضربه، الطوب هو اللي وقع. يعني بص حضرتك العمدان موجوده زي ما هي، زي ما هي. كان في حاجه، كانت العمدان، كانت العمدان بالظبط. العمدان هي اللي حاميانا، الحمد لله. الحمد لله، ربنا الحامي طبعا. الحمد لله، الحمد لله. يعني وقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله ان مفيش خسائر في الارواح، يعني كل ده يتعوض ويجي ان شاء الله. اهم حاجه صحتك وصحه الناس اللي كانت موجوده، يعني ربنا يخلف عليك ويعوض عليك بالاحسن ان شاء الله. ويعني احنا شايفين طبعا خسائر كبيره، ولكن ان شاء الله تتعوض، ربنا يخلف عليك كابتن محمد. اعزائي المشاهدين ومتابعي موقع من العاصمه، زي ما حضراتكم شايفين خسائر بالمئات الالاف في الجيم بجوار العقار المنهار المكون من 4 طوابق. هو العقار انهار ودخل على الجدار او الحيطه المجاوره ليه من البيت الاخر اللي فيه الجيم، زي ما حضراتكم شايفين كسر الحيطه ودخل على الجيم وبدا بهدل الدنيا، زي ما واضح امامنا على موقع وتلفزيون وشاشه من العاصمه. يعني نسأل الله اللطف ونسأل الله السلامة. الحمد لله ان مفيش خسائر في الأرواح، والحمد لله ان محدش من اللي كانوا متدربين وبيتدربوا في الجيم حصل له حاجة، إصابات خفيفة كلها طوبة ولا خبطة ولا كدمة. الحمد لله مفيش حاجة من الخسائر الكبيرة والإصابات الكبيرة. نسأل الله السلامة ونسأل الله ان يحفظ الجميع. يعني زي ما حضراتكم شايفين الجيم و الخسائر اللي موجوده فيه، ربنا يصبر كابتن محمد ويخلف عليه ويعوض عليه. بنذكر حضراتكم بالواقعه، كانت يوم الخميس، انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وكان على اثره ميل عقار مكون من 9 طوابق وطابق ارضي. على الفور اخلوا هذا العقار من السكان، وتم تسكين السكان المتضررين في مدرسه الاخلاص بجوار العقار المائل، وايضا اخلاء 11 عقار بجانب العقار، خوفا من انهيار العقار ويسبب كارثه كبيره. ودلوقتي الان استمرار في تخفيف الاحمال موجوده في العقار المائل. اعزائي المشاهدين ومتابعي موقع من العاصمه، دمتم في رعايه الله ونوفيكم ان شاء الله بكل جديد، ومستمرين معكم على مدار اليوم والساعه بلايفات اخرى وفيديوهات اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.